nasıl can? تعالي 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 هاي انت ليش تاخذين الاغراض من ايدي؟ كيفي؟ انا اللي جايبته مالك شغل انت؟ هات الحليب يلا ايش فيش انت؟ شنو هذا بعد ابي اعرف؟ والله قسمت البيت قلت كذي احسن خصوصيه بكيفك يعني هو بكيفك صباح الخير السلام عليكم عليكم فضل. السلام شوف اوه مجزاع شنو كنا صرنا جيران والله انا قسمت البيت وقلت يعني كذي احسن انتم لكم مكانكم وحنا لنا مكاننا هو بكيفك يعني ولا بكيفك يمكن انا ابي هذا القسم من الصاله نوال شو الحكي والله ما عرفتك قاعد تكذبين يا معوده انت وين تحبين تقعدين على الارض انت تقعدين على القنفه وهم بعد مو عاجبك والتامرين ما يعجبك شيء اصلا تعطيني الحليب ولا لا لا الحليب هذا بفلوس ولدي مثل ما قسمت الاماكن انا بقسم الاكل اقول لي روح اهجد عند اخوانك بس الله الشكر بس العفو مجزاة أنا عندي سؤال يعني أنت شايفة الحين هذا الوضع كذي مناسب؟ والله بصراحة أنا شفت أن هذا أسلم حل لأن صراحة ما أقدر أشوف مرتك أنا ما أقدر أطيق أشوف وجهها أنا ما أدري شلون أنت متحملها الله يساعدك صراحة أنا أحسدك على صراحتك وعلى كلامك عادل خير آمري تدللي أنت مو متحملني؟ لا أنا متحملك وبزيادة شنو تقصد؟ لا يعني ما أقصد شيء يعني بس أنا قاعد أقول لك إنه يعني أنا متحملك نعم؟ نعم ترفس العدو إن شاء الله وتقطة برا السور وتقطة في آخر الكون أنا ما أقصد كذي يا حياتي أنت يا عمري يا عسل يا قلبي يا قلبي أبحك عسل عادل سكتها ولا ترى بتذبحها؟ حطي باش قاعد تسكتك ترى وتذبحك أبو عامر شيلها من قدامي لكسرها ترى هي قاعد تنبهك تقول ترى راح تكسرك وهذا الحل هذا هو المناسب ولا ترى بنقعد في البيت كله والله أنا ما عندي مشكلة صراحة مجزعة تقعدون في البيت كلها ما عندي مشكلة هي زي أنا عندي شروط ما في شروط هنا يا حبيبتي ما في يما خلك سياسية شوي إيه لا ترى مجزعة كلام بدري عدل خلك سياسية دبلوماسية يمكن تكسبين شيء زيادة أنا أبي جزء من هذا الصالة لأن شكل صالتكم أوسع لا ما علي يما ما علي زين خالتي اللي عقبه شنو اللي عقبه ان انا غلطان اني اتناقش معاكم هذه وش فيها اقول مشر امشي امشي يلا يما يلا جرس بيتهم وينها أنا أبي أعرف أنت عاجبك اللي تسويه عمشة؟ يا بنت الحلال مو عاجبني زين بس تبين الصج عاد اللي قاعد تسوي أريح لك وأريح لها يعني بالله عليك هذه صالة أستقبل فيها ضيوفي؟ عفوا تستقبلين منو؟ ضيوفي لا 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 لازم أسمع مرة ثانية إيش قلتي إيش قلتي؟ هذه صالة أستقبل فيها ضيوفي لا أنت جنيتي نعم أي ضيوف اي ضيوف ينيتي انت يا مره ينيتي احنا من طلعنا من بيتنا وخسرنا كل فلوسنا لا احد دق عليك ولا احد زارك ولا استقبلتي احد هني اي ضيوف شيك ينيتي انت قاعد تشوفين بالاحلام البركه فيك